Justice is served. كانت سيدة من بومانو فلوريدا ورجل ينزلان من السيارة يوم الأحد الساعة 5 صباحا عندما اقترب منهما رجلان ملثمان، وتقول الشرطة أنهما أخطأ الشخص. ولاستكمال حكمهم البائس قام الرجلان بإطلاق رصاصة بائسة، ومن ثم فروا مسرعين بسيارتهم. وبدلا من أن يمضي الزوجان السالمان بعيدان قاموا باللحاق بالسيارة بشجاعة حتى وصلوا إلى أي 195 شمالا. وكان حظ المعتديان عاسرا جدا، حيث أن سيارتهم خرجت عن السيطرة وعن الطريق وانتهت مرتطمة بشجرة نخيل. كشفت الشرطة عن اسم أحدهم وهو إيفان بارا، والذي مات بأرضه، والآخر نقل إلى مستشفى، ومن ثم واجه التهم الاعتداء المسلح.